لا يمكن إلا أن أكون سعيد وأن أشارك في هذا الحوار الوطني المهم، لأنه ليس حوار يعني دفور بشكلي، إنما حوار حقيقي يتعلق بنقاش وطني يشارك فيه جميع المتدخلين وبالدرجة الأولى يعني ممثلي الدولة والحكومة وأيضا ممثل الجهات والجماعات المحلية. الهدف منه هو هذا المسار اللي سلكته بلدنا فيما يتعلق بالجهوية، هو مسار يحتاج دائما إلى قراءة متجددة. لماذا؟ لأنه الهدف هو أن نصل إلى توازن بين الدولة مركزيا قوية، قوية باختصاصاتها، قوية بمؤسساتها، قوية ببرامجها، قوية بديناميتها، لابد أن تبقى قوية وضروري وأساسي، وكيف يمكن أن تكون عندنا جهات قوية ويقع التوازن بين المركز وبين الجهات، ثم أيضا يقع التنافس بين الجهات. القضية ليست قضية إدارية تقنية بسيطة حول التوقيعات حول القدر المالي، بقدر ما هي كيف يمكن أن نبني هذه الجهوية في واحد المنطق قريب شيئا ما من المنطق الفيدرالي، لكنه لا يضعف الدولة مركزيا ولكن لا تكون عندنا الجهة شكليا. طبعا المسار الجهوي هو مسار دائما متجدد، أكيد أنكم كصحفيين تتابعون ما يقع الآن في أكثر من دولة التي أقرت الجهوية أو النظام الفيدرالي، ننظر إلى إسبانيا مثلا، ننظر إلى ألمانيا، ننظر إلى تجارب أخرى متعددة، دائما هناك مراجعات لكي نحافظ على هذا التوازن، وهذا هو اليقظة التي يجب أن تكون هذا التوازن. جهات قوية حقيقة تعتمد على مؤهلاتها، على خصوصياتها، يعني تصعد فيها نخبة سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية قوية تتعاون فيما بينها، يقع التنافس بين الجهات يعني في المسار التنموي، ولكن أيضا الدولة مركزية يجب أن تكون قوية بمؤسساتها، وهذا الشيء يحتاج لهذا الفيجيلانس يعني اللي خصنا يعني. ولذلك ليس الحوار تضاد يعني من يعطي للآخر أكثر، وإنما هو حوار تكامل تعاون تنسيق، لأن هذه بلادنا كيف يمكن أن تكون قوية بهذا البناء الهرمي كما قلت للصحافة، لأنه بناء هرمي، الدولة على أعلى الهرم قوية، الجهات أيضا قوية، ثم لا ننسى أنه هذه الجهات لا يمكن أن تكون قوية إلا بمدن وجماعات ترابية أيضا قوية، فهذا البناء الهرمي يجب أن يكون متناسق يعني صوليد يعني متناسق بواحد الشكل كبير جدا، ولكن أيضا أن يكون فيه نوع من التكامل، ثم تكون فيه الدينامية يعني تتكامل فيما بينها لصالح المواطن.